السلام عليكم. سمعوا بقولكم، شي شفتوا المسؤولين حق البلاد عبروا تحت الدار حقي؟ ما شفتوهم؟ طيب مرحبا. سمعوا بالله عليكم، لو شفتوا المسؤولين حق البلاد قولوا لهم بقلبي يسلم عليكم، ويقول لكم في مثل يقول اللي اختشوا ماتوا، وانتم اللي اختشيتوا ولا متوا. ما هو مش معقول، صنعاء المحاصرة بحرا وبرا ويوا، الاسعار المواد الغذائية حقهم ثابتة والدولار ثابت، ونحن كل يوم الاسعار في ارتفاع، كل يوم الاسعار ايش كل يوم الاسعار؟ كل ساعة والاسعار مرتفعة عندنا، ايش الحكاية؟ واخرتها الالف الدولار، الالف الدولار بمليون، بمليون اللي ما تستحون. بالله عليكم، لوين بغيتم توصلون نحن؟ هذا معناه انكم وصلتونا نحن الى ابواب المجاعة، معناته نحن وصلنا الى ابواب المجاعة. ومعنى ابواب المجاعة؟ معناه نحن دخلنا في دائرة الجوع، في دائرة الجوع اللي ما تستحون. حرقتوا نحن الله يحرقكم، ضيعتوا نحن الله يضيعكم. على فكرة أنا لقيت لكم امتحان، امتحان للمسؤولين، وعارفين النتيجة وطلعت. لحظة شوفوا النتيجة طلعت، انتم راسبين في جميع المواد، راسبين في مادة الكهرباء، راسبين في مادة المياه، راسبين في مادة البترول، راسبين في مادة النظام، راسبين في مادة الإدارة، راسبين في مادة الغاز، في كل شيء راسبين إلا في مادتين نجحتوا فيها. عارفين وهي المادتين اللي نجحتوا فيها وتميزتوا؟ مادة الكذب ومادة نهب المال العام. مبروك عليكم.